اليوم امام المحكمه الابتدائيه ببلقصيري المساندة الاخ يوسف الاخ بن عيسى بو عسريه الاخ بن عيسى بو عسريه تتمة الاخ احمد اليوم كاين تتمه ديال الملف ديال الاخ الزروالي. يعني اليوم الاخ بن عيسى بو عسريه كيتعرض لواحد الوابل المؤامره وابل كبير من الشكايات الكيديه في السبب انه قال كلمه الحق وانه في السبب انه ساند الاخ يوسف الزرواري. اليوم كنشوفوا الثمن ديال كلمه الحق انه واحد الثمن اللي غالي، ان هذا السيد لا لي شيء، انه ازر واحد السيد كان مظلوم، كان واحد السيد تعرض للمؤامرات، وهذا الاخ دري كان كيناضل بواحد الشراسه، كان كيناضل بواحد الشهاده بشراسه، وكان كيهضر بصوت الحق. واليوم اننا كنلقاوه وصل واحد الكم هائل من الشكايات. الاخ بن عيسى بو عسريه شنو تقدر تقول لنا؟ المهم كيف ما عرفت اليوم حنا كنتواجدوا قدام المحكمه الابتدائيه ديال مدينه بلقصيري، بعد ما كنت شاهد في القضيه ديال يوسف الزروالي، وجيت اليوم المحكمه بعد ما نزلوا علينا بزاف د المؤامرات وبزاف د الشكايات الكيديه. حنا اليوم امام المحكمه، امام المحكمه عندنا التقديم في حالات صراح، عده شكايات مختلفه. تامروا علينا واحد الناس اللي واحد ثلاثه الاشخاص اللي هما تامروا تحالفوا علينا، منهم واحد السيده اللي كنت سالوها 7 مليون. حنا ان شاء الله اليوم اللي هذه عامين ونص وحنا ما لقيناهاش، ولكن اليوم ان شاء الله بان نقدروا نبلغوها الا بغات تبلغ، حيت عندنا الامور ديالنا مقاده وجبنا الشكايات ديال جبنا التبليغ ديالنا حولناه لهنايا، حيت هي على ما اظن قالوا لنا كتسكن في بلقصيري. حنا ما عرفناش فين كتسكن، ما عرفناش فين موجوده، ولكن كتواجد في محكمه بلقصيري. اليوم جيت البارح حيت انا من عادتي ما كنغضى، البارح قلت لكم ودي انا مشيت لمدينه مكناس جبت الانابه ديالي باش ندير التبليغ ديالي هنا قانونيا، حيت حنا دائما كنلتجئوا للقانون وكنلتجئوا لهذا، وجينا انا حنا دابا مع هذا غادي ندخلوا ونشوفوا شنو غادي يوقع. واحد السيد بانه كيدير شكايات كيديه، واحد من اخطر من اخطر من اخطر العصابات اللي كيديروا شكايات كيديه وكيصيفطوا الابرياء للحبس. بغيت نسولك الاخ بن عيسى بو عسريه، انت تعرضتي لهذ الوابل وهذ المؤامرات وهذ كما كتقول أجل. يعني الاسباب ديال هذ الاسباب ديال هذ الشكايات الاسباب ديال الشكايات هي شهاده الحق، هي كلمه الحق في اخ يوسف زروالي اللي المحكمه برأته من 20 مليون وبرأته من 20 مليون ودانت المتهمه بواحد الدعايه تكيديه، وعندنا حكم ديال شهرين نافذه في الحق ديال ديك السيده بعد ما حطوا الشكايه ديالو بان كدعي بان عندها فيديو اباحي. هاد الناس كيديروا شكايات كيديو وكيصيفطوا عباد الله للحبس. بغيت نسولك الاخ بن عيسى، لو كان ترجع الوقت اللور واش غتناظر على نفس القضيه ديال الاخ يوسف؟ شوف شوف انا كلمه الحق نقولها لو قطعوا لي راسي، كلمه الساكت على الحق شيطان اخرس، الساكت على الحق شيطان اخرس. يعني حنا قلنا شوف حنا الحمد لله ملي قلنا كلمه الحق في ذاك السيد وعارفين بان ذاك السيد ما داش ليها فلوسه وما نصبش عليها وذاك السيد ما نصابش وما شفرش وهذه، المهم الحمد لله بان القضاء انصفنا والقضاء انصف ذاك السيد. تفضل الكلمه دي نقول هو السيد رئيس الجمعيه اللي تدافع عليها قال خرج بالصراح قال لهم بانه راه هضر مع السيد الوكيل ديال بلقصيري، كل احتراماتي له والتقدير، اللي بعيد كليا على هذه الاتهامات. السيد الوكيل الملك بلقصيري او جميع الوكلاء او وكلاء العام او النواب كل احتراماتي لهم او المؤسسه النيابه العامه، ولكن هو قسم وعندنا فيديو موثق بانه قال لدري اقسم بالله حتى نديك للحبس وراني هضرت مع الوكيل، وإلا ما داش للحبس انه دري غادي لاخر غادي يخوي المغرب. وحنا جيت نقول له بانه حنا في دوله الحق والقانون، وحنا كجمعيه ملكه المغرب اوروبا تنامنوا باي قرار تيديرها القضاء ونحترموا القضاء المغربي النزيه، وغادي نشوفوا واش ادي السيد الحبس، الا كانوا السوارت بيدي كديهم الحبس، ولكن حنايا لنا كلمه. وهذا الفيديو اللي دار واحد الضجه وبغى يسئل السيد الوكيل الملك بلقصيري، اللي تنقول ان هذا الانسان بعيد كليا عليه. السيد الوكيل بلقصيري انسان طيب نزيه ومعروف بالنزاهه ليس في هذه المدينه منين كان في قنيطره، واتحدى اي واحد انه يقول عليه كلمه. انا السيد انا كذلك سيد الوكيل ما تنعرفوش، ولكن تعرفوا بالنزاهه
وغادي نشوفوا القضاء واش غادي يديو هاد الناس الحبس او اللي تيقول كلمه الحق غادي يمشي للحبس. والله ينصر سيدنا. هو كان سبق له وكان سرب واحد الاوديو واحد المره كان سبق له سرب واحد الاوديو قال لهم بان واحد الاوديو كانت تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بان السيد وكيل الملك ديال السلاق والضابطه القضائيه كتزيد من عنده وهذا الاوديو راه تصنتوا له الدرك الملكي ولكن راه كاين في المحضر القرص راه منزل وتصنتوا له المحضر. السيد تيقول لك بان القضاة ولا الوكلاء كيزيدوا من عندهم. غنشوفوا هذا السيد واش هو عنده السوارت يقدر يدخل اي واحد للحبس. واحد غيهدك غيقول لك بانني انا غندخلك للحبس عنديك جنايات. علاش؟ اما نخليك تنصب ولا تديني جنايات. انا ما شوف الحمد لله عندنا الادله القاطعه وعندنا ثقتنا في القضاء. هي اليوم الاخ عيسى دري عندكم تقديم؟ عندنا التقديم ولكن على ما اظن وقيلا تخلفوا عند الناس ما جاوش ولا ما عرفتش لحد الساعه ما شفناش. المهم عندنا المهم اللي غيوقع زوين بعداك في هذا النهار هي بان غنبلغوا ديك 7 المليون اللي كان اللي ما كناش عارفين ديك السيده فين كانت. بعد ما مشيت للقنيطره وجبت الانابه البلقصيري ومشيت البارح لمدينه مكناس التحقت بكتاب الضبط وجبت الانابه عاود ثاني هنايا باش نبلغ بفلوس ديالي اللي كانت سالا 7 الملايين. شكرا على توضيح الاخ بن عيسى بو عسريه ونطلبوا الله عز وجل وكما كنقولوا كاين واحد القضاء وثقه كبيره في السيد وكيل جلاله الملك. شكرا سي بو عسريه.